عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. مرحبا فيكم في موفي تيك اويز. في هالبرنامج نتناقش ونتكلم عن النقاط اللي استفدناها من الافلام الكبيره. في الحلقه الماضيه ذكرنا كيف انه الفيلم إبمان مش بس فيلم اكشن وكونفو، ولكن فيلم مليان بالدروس والعبر. فذكرنا مواضيع مهمه مثل كيف انه انت المسؤول عن نتائج حياتك، ذكرنا عن ستر عيوب الناس، وكمان ذكرنا كيف انه صفه التواضع دليل على قوه الشخصيه. فلا تفوتكم الحلقه الاولى من إبمان، بخلي لكم اللينك على الشاشه وكمان بخلي لكم اللينك تحت. يلا نبدأ بحلقة اليوم إبمان 2. في الجزء الثاني من إبمان، الملاكم البريطاني غلب وقتل واحد من مدربين الكونفو، وبعدها جلس يستهزئ في رياضة الكونفو. To fight any challenger, I will not hold back. There will be no more Chinese boxers because I will have killed them all. وتحدى لو في أي رجل صيني بيقوم ويتحداه، فقام له إبمان ووافق على التحدي. Doubt that there is any Chinese fella that has the guts to get in the ring with me. Why you only 12? وبعد تعب ومشقة في الآخر قدر إبمان يغلب الملاكم البريطاني. فبعد المباراة سألوا إبمان لو كان في أي شيء يبي يقوله، فقال إبمان أنا ما جيت أثبت وش هو الأفضل، الكونفو الصيني أو الملاكم البريطانية، ولكن كنت أبي أوجه رسالة، والرسالة هي مهما اختلف مناصب الناس في المجتمع، واجب علينا احترام وتقدير كل أفراد المجتمع دون استثناء. إبمان كان محترف في الكونفو، فاستخدم رياضة الكونفو لنشر رسالة المساواة. فهالمشهد يذكرنا أنه واجب كل واحد فينا يستخدم قدراته ومنصبه للوقوف ضد أي عدم مساواة اللي تصير في المجتمع. فهذه كانت النقطة اللي أنا استفدتها من الفيلم إبمان 2. الحين أنت قل لي وش النقطة اللي أنت استفدتها؟ اضغط لي لايك لو عجبك هالحلقة، وانشر هالحلقة، ولا تنسى تشارك في هالقناة. أنا أخوكم هشام اليحيائي، وأشوفكم في الحلقة الجاية.